برحب مراسلنا في الكاتدرائية المرقسية في العباسية طارق أحمد. طارق جاهز دلوقتي معانا علشان يقول لنا من محيط الكاتدرائية ايه الأخبار والصورة من عندك طارق، يعني يا ريت تضعنا فيها. مساء الخير أستاذة ريهام، وكل سنة وحضرتك والسادة المشاهدين بخير وطيبة بمناسبة أعياد القيامة وبمناسبة أعياد شم النسيم. طبعا من محيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أحييك وأنقل لك صورة سريعة عما يحدث في هذه الاحتفالات، حيث تزينت الكاتدرائية المرقسية ومنذ الصباح الباكر بصور السيد المسيح التي علقت على حوائط وجدران هذه الكاتدرائية. وكما تسمعين من خلفي فهناك الألحان الكنسية تتردد احتفاء واحتفالا بهذه الأعياد. طبعا هذه الكاتدرائية ونظرا لوجود بعض الإصلاحات والتجديدات وذلك قبيل الاحتفاء بخمسين عاما على إنشائها، من المعلوم أنها أنشأت في 25 من يونيو في عام 1968 وذلك في عهد البابا كيرولوس السادس البابا 116 للبطريركية، وكان معه الرئيس الراحل الرئيس جمال عبد الناصر حيث افتتحوا هذه الكاتدرائية. الكاتدرائية الآن يجرى بها عمليات إصلاح كبيرة وواسعة، هناك أعمال توسعة، هناك طلاء لجدرانها من الداخل ومن الخارج. ونظرا لهذه الإجراءات تم اختصار احتفال هذا اليوم على حضور وإن كان قليل. هذه الكاتدرائية في الوقت الطبيعي تسع لحوالي 10,000 مدعو ومصلي، اليوم هي فقط مخصصة لـ2000 مدعو ومصلي لحضور هذه الاحتفالات بأعياد القيامة. طبعا وكما تشاهدين ربما في صورة القداس البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يقود هذا القداس، وهناك حضور كبير وواسع من شخصيات عامة ووزراء وسفراء ومندوبون عن رئاسة الجمهورية وعن مجلس النواب وعن مجلس الوزراء. هناك محافظ القاهرة أيضا حضر لتقديم التهنئة، وقبل وقت قليل حضر اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية إلى مقر الكاتدرائية لتفقد الإجراءات الأمنية لتأمين الكنيسة أثناء الاحتفالات، وقدم التهاني لفضيلة وقداسة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تودروس الثاني. نذهب إلى الإجراءات الأمنية. اليوم هي في حقيقة الأمر هي إجراءات مشددة للغاية. في محيط هذه الكاتدرائية هناك حرم أمني كبير، هناك عمليات تمشيط تجرى على مدار اللحظة وعلى مدار الثانية في محيط هذه الكاتدرائية وفي الشوارع القريبة منها. هناك متابعة لكاميرات المراقبة. الدخول إلى الكاتدرائية سواء من المصلين أو المدعوين لم يكن سهلا على الإطلاق، هناك أكثر من بوابة للتفتيش وهناك عمليات تفتيش دقيقة تتم للحضور، وذلك تأمينا وخشية وقوع أي أعمال إرهابية قد تعكر من صفو الاحتفال. كما نعلم أن الكنيسة البطرسية القريبة والمواجهة لمقر الكاتدرائية جرى فيها عملا إرهابيا وخلف العشرات من الشهداء والمصابين. فقط يبقى أن أقول أن الكنيسة والإخوة الأقباط يودعون هذا اليوم، صيام دام لأكثر من 55 يوما. هذا الصيام يتم وداعه بعد هذا القداس الذي يستمر لساعات مبكرة من صباح الغد، وبعد ذلك يكون هناك إفطار للصائمين من الإخوة الأقباط. كان البابا تودروس الثاني قد أدى صلوات ما يسمى بسواعي الجمعة العظيمة أو الجمعة الحزينة في دير الأنبا بشوي بوادي النطرون، ثم أتى إلى مقر الكاتدرائية ليترأس قداس أعياد القيامة. هذا كل ما لدينا. مرة أخرى تهنئة من القلب لكل الأقباط ولكل المصريين بأعياد القيامة وأعياد شم النسيم. والآن نعود مرة أخرى إلى الاستوديو. شكرا طارق.